ربع رمضان بيخلص، هنبتدي في الربع التاني، فخد بالك يعني، الحق كده امسك في تلابيبه قبل ما يعدي منك. النوم يتعود، تقول اصل انا عايز انام، النوم يتعود في القبر كتير، هتنام وتستريح كتير قوي، فهمت؟ قاوم نومك شوية، بطل كسل، مش كل ما تبقى عايز تنام تنام، زق تعبك شوية كده. الاجتهاد انك انت ايه، تزق تعبك شوية، لكن الاجهاد انك تزقه كتير قوي، ما تنامش خالص، فاهم؟ لكن النبي يحب الاجتهاد صلى الله عليه وسلم، مش مجرد تعبت اوقف، ازق شوية كده ساعتين بعد تعبي، هنجز حاجات كويسة، بعد كده انام، مش هيجرى حاجة. في كل حياتك على فكرة، في العبادة، في عملك الدنيوي حتى عشان تنجح، واخد بالك، في علاقاتك حتى الدنيوية مع الناس، مش مجرد واحد يغضبك تنتقم على طول، لا، زق حلمك شوية كده، ما يطلعش منك كلمة وحشة. ده بيسموه عند بقى ايه بتوع الرياضة اللي بيلعبوا الرياضيين، السكند وينت، اللي هي النفس التاني، يجي لك النفس التاني بعد ما يجي لك التعب. تمام، اللي بيلعبوا رياضات كبيرة زي مثلا عدو مسافة طويلة، تلاقي بعد 6 7 كيلو هي المسافة اللي هيجريها 30، يبقى حسس مش هيكمل، تعب بقى، يفكر يبطل. لو قاوم شوية التعب ده يبتدي ينتظم نفسه ويكمل للآخر، فهمت؟ تسموه ايه، النفس التاني، السكند ويند. المصريين يسموها ايه، حلاوة الروح. الرياضيين يسموها السكند ويند، والمصريين اللي يسموها حلاوة الروح. حلاوة الروح دي والسكند، هو ده الاجتهاد، هو ده الفرق بين المنتصر والمهزوم. ان المنتصر صبر شويه، والتاني صبره اقل منه لحظه، اللحظه دي خلته ينتصر، فهمت؟ وعلشان كده ايه، الاجتهاد فرع من فروع الصبر، فرع من فروع الصبر. ويوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. فتلاقي يجي لك بقى في الفتره اللي هي حسيت انك تعبان مش قادر تكمل دي، وزقت شويه، ربنا يمن عليك بقى بحاجة بغير حساب، تقوم تستعجب، أنا عملت كده إزاي وأنا تعبان؟ بالله مش بنفسك، فهمت بقى؟ عملت كده بالله. والعبادة اللي فيها الحكاية دي، ربنا تعبدنا فيها الحج، تروح تحج توصل ما نمتش بقى لك يومين ولا يوم، ومسافر ومتخبط في وسط الناس الزحام، ومغير مكانك وشايل الشنط وطالع من الشنط، إرهاق شديد. وانت حط ده كله بقى وتروح تطوف في وسط الزحمة، ازاي وانا منهك؟ صح، هو ربك عايزك بقى ايه، يبان الاجتهاد ده قوي قوي في عبادة الحج والطواف والسعي في وسط الزحام. فاول شوط في الطواف تقول انا مش هقدر اكمل، تقوم تقاوم الحكاية دي، تكمل وتسعى، وتاني يوم تقول هعمل عمرة تاني، فهمت بقى؟ يبقى ربك يريد منك انك انت ايه، تبقى مجتهد. يعني ايه مجتهد؟ يعني مش مجرد اجوع اكل، مش مجرد تعبان انام، مش مجرد زهقت انقطع، لا، ازق شويه، فهمت بقى ازاي؟ فتلاقي اللي بيزق شويه الحاجات دي كلها تلاقيه هو اللي نجح في الدنيا في اي مجال بقى، حتى ولو كان كافر ربنا ينجحه في دنيته. شفت بقى قد ايه؟ انما اول ما بتتعب بتنام، واول ما بتجوع بتاكل، واول ما بتزهق بتنقطع، هتبقى انسان عادي، تعيش وتموت لا تترك ذكرى، ولا هيبقى لك ذكرى لا في عملك ولا مع جيرانك ولا مع جيلك ولا بعد جيلك، فهمت ازاي؟ ليه؟ لانك انت كل اللي لهم ذكرى هم اللي زقوا تعبهم شويه. واكتر واحد ربنا خلقه فيه همه النبي صلى الله عليه وسلم، حتى الهمه بتتوزع منه لسائر الامه، فهمت بقى؟ فانت تذكر احوال النبي كده صلى الله عليه وسلم، ازاي كان عنده همة، وازاي كان ليست له راحة، وازاي كان لا ينام الا غلبة، يعني ما يغلبه النوم قوي، مش مجرد انه عايز ينام، وازاي كان ينسى امراضه في وسط ايه، مهامه، يدخل على ستنا فاطمة بنته يزورها بالليل، تقول له ورأسا، يعني عندي صداع، يقول لها وانا ويا فاطمة والله ورأسا منذ الصباح، وهو ايه ماشي مصدع من الصبح وبيكلمها كده بعد العشاء بساعتين، يعني ناسي ان كان عندي صداع، ده انا طول النهار شوف وين الله وانا يا فاطمه ورأسها منذ الصباح،
تعلم بقى الاجتهاد ده من الحبيب صلى الله عليه وسلم، فهمت بقى؟ لأن سنة النبي اجتهاد بغير إجهاد، اجتهاد بغير إجهاد. إنما الرخصة الجعان ياكل، والتعبان ينام على طول، والزهقان استريح شوية لحد ما يروح الزهق ويعمل، لا ده دي رخصة. العزيمة اللي هو حل أهل التصوف بقى العباد، هي دي العزيمة. تعبان أزق تعبي شوية، زهقان هستمر مش هنقطع، فهمت؟ وهكذا بقى في كل مجالات الحياة. فاحنا نوصيكم في هذه الليلة المباركة بالاجتهاد بغير إجهاد حتى تكون على سنة الحبيب، هتنجح في الدنيا وهتنجح في الآخرة، فهمت؟ الواحد يقول لك أنا عايز أنجح، أنا كل ما أحط أي حاجة بفشل. بتفشل لأنك ما عندكش اجتهاد، أنت عندك بس إيه، بتعمل لكن ما بتجتهدش، مجرد تتعب تنام، مجرد جعان آكل، زهقت خلاص أقوم أفض، أول ما يزهق من المذاكرة هقفل الكتاب، هيبقى إيه؟ هيجيب مقبول، فهمت بقى؟ وهيطلع مش متميز في دفعته، ويجي حتى ياخد وظيفة ما ياخدش وظائف متميزة، مع إنه نجح وخد الشهادة، بس خد الشهادة بمقبول. لكن اللي بيجيب امتياز وبيطلع الأول ده بيعمل إيه؟ مهما زهق قاعد برضه، قاعد برضه بيقاوم زهقه، لأن طبيعة الإنسان ملول. لكن الإيمان يعالج الملل بتاعك ده بإيه؟ بالهمة. عشان كده يقول لك مريد، مريد يعني له إرادة، فهمت؟ المريد يبقى ليه إرادة، فهمت يا سيدي؟ فناخد بالنا من الحاجات المعاني دي، لأن دي معاني وسنن نبوية قل من نبه عليها، لكن نتجدها في حياة النبي وفي حياة كل ناجح، إنه إيه بيعمل إيه؟ بيزق تعبه شوية. يعني الناس اللي عبروا المنش كان يقول لك أول 3 ساعات بقيت أفكر أرجع من التعب والبرد، وبعد كده يقاوم يقاوم يقاوم، يقول لك بعد يقاوم بعد أول 3 ساعات بيفكر، بعد 3 ساعات يرجع، يقعد يقاوم 3 ساعات زيهم، نفسه بتراوده كفاية كده مش مهم من التجربة تنجح، وبعد 3 ساعات اللي نفسه تراوده فيها يقاومها، تبص تلاقيه يستمر وينجح بعدها، ينسى بقى فكرة انه عايز يتراجع، يبقى كل همه يكمل. الجندي في المعركة عمره ما هينتصر إلا بالاجتهاد برضه، وإلا لو مجرد ان هجم عليه العدو استسلم مش هينفع. الصحابة في الفتوحات كان يبقى الجيوش قدامهم ايه، لكن لا حاجة تانية، ليه؟ لأن ورثوا الاجتهاد من الحبيب صلى الله عليه وسلم. فأنا عايزين نحيي بقى ايه سنة الاجتهاد اللي ماتت في الأمة، لازم كده سنة الاجتهاد. والنبي صلى الله عليه وسلم كان كل يوم طول السنة يقيم الليل، أكتر من 1/3 الليل بيقيمه طول السنة، متوسط 2/3 الليل قائم يصلي، بالرغم ان هو مهاره في ايه، في شغل مستمر نهاره كله. سيدنا علي اللي عاش معاه يقول ايه، لم يكن له راحة. سيدنا علي عاش عمره كله مع النبي ما سابوش، فسألوه عن النبي قال لم يكن له راحة، له في كل وقت عتاد، يعني عنده في كل لحظة مهمات بيأديها، لم يكن له راحة. ما خدناش بالنا من السنة دي، بس خدنا بالنا من اللحية والسواك والطيب والثوب الأبيض، شوية مظاهر سهل كل واحد يحصلها، لكن الحاجات اللي عليها المحك الحقيقي محدش بينوع عليها لأنها صعبة، فهمت؟ فأنت حاول بقى إيه تحيي في نفسك أولا. عارف أنت لما تحييها في نفسك همتك دي تصبغ اللي حواليك، تلاقي نفسك شايل اللي حواليك بقى، فهمت؟ تقوم الناس اللي حواليك تيجي همتها ترتفع لما تشوفك، لأنها معدية، الكسل معدي والهمة معدية. عشان كده يقولك لا تصحب إلا من يدلك على الله مقاله وينهضك إلى الله إيه؟ حاله. يعني أهل الاجتهاد اللي حينهضني حاله إيه؟ هم أهل اجتهاد. والعجيب إن الوالي بعد ما بيدفن لسه اجتهاده مأثر في زواره، تصور بقى، لأنه ما وصلش للولاية إلا بالاجتهاد، فتفضل الاجتهاد معاه حتى وهو في قبره. هات لي كده واحد بيزور والي عند قبره ويقعد إلا وتجي له نفسه تتفتح للتوبة وللذكر ولقراءة القرآن وللصلاة. خد الحاجات دي منين؟ مع أنه هو داخل أصلا
زهقان وتعبان ومصدع وعايز مش عارف ايه وعايز يدخل، مجرد السلام عليكم ده رقم ايه وانتم مستبقون رايحكم، وبعدين يروح ساحب المصحف يقرا له جزء ويقوم يتوضا ويصلي له 6 7 ركعات 8 ركعات حسب ما تيسر، ويقعد كده يراجع حياته في جنب الولي يندم على ما فات ويقول لي انا عايز ابقى كويس، انا عايز انا ملخبطت حياتي. شفت همة الولي اللي ميت بقاله قرون بتأثر في زواره ازاي؟ الهمة ما تموتش، اللي بيموت الجسد، فلما بيكون عندك همة بتفضل الهمة معاك حتى في برزخك وبتعدي اللي بيزوروك. شوف انت كلنا لما بنروح الروضة الشريفة عند النبي واحنا تعبانين ومغيرين مكاننا وما نمناش بقالنا يومين الا تقلوب ساعتين في اليوم ونوم كده خطافي، وتوصل بس تلاقي لك شبر في الروضة تقعد فيها، ايه الهمة اللي بتجي لك في الطاعة دي؟ كله يبقى مهتم وعايز يصلي وركعتين ورا ركعتين، ويجي العسكري يزقك تهرب منه بالله اكبر علشان عايز تجيب كمان ركعتين، الهمه دي جايه من الحبيب. فهمت بقى؟ علشان كده الهمه ما بتموتش، لان الهمه من خصائص الروح والروح ما تموتش. فهمت؟ الهمه دي من خصائص، مش من خصائص الجسد. الجسد ده طيني عايز يترمي على الطين كده وزي الحجر ما يتحركش، لكن مين اللي عايز تطير؟ الروح، لان هي من عالم الامر، من عالم الاراده، من عالم الجبروت، من عالم كن فيكون، هي دي بقى الروح من عالم الامر. فتلاقي الاراده دي من خصائص الروح، الاراده يعني الهمه. الموت لا يطرأ على الروح وخصائصها، يطرأ على الجسد بس. فهمت؟ لكن الروح مستمره، مستمرة. ده انت يا اخي ساعات يبقى ليك جد من الاجداد من العظماء، يعني يكون جد راجل عظيم وترك اثار وترك سيرة طيبة وبتاع، مجرد تتذكره وتعرف انك انت من احفاده يجي لك همة كده، لا انا ما يصحش ان يبقى جدي كده وانا ابقى بالضعف ده، صح ولا لا؟ يعني الهمة بتلاقيها مستمرة ورا الاجيال تستمر. احنا مش هننتصر على اعدائنا يا اهل الله يا مسلمين الأعداء الخارجيين إلا إذا انتصرنا على نفسنا الكسولة. فهمت؟ انتصر على نفسك أولا، تنتصر على عدوك أسهل حاجة، أسهل حاجة بقى تنتصر على عدوك الخارجي. وعشان كده قال الجهاد الأكبر اللي هو جهاد هذه النفس. فهمت بقى؟ فعايزين نحيي جميعا ونعزم على هذا، نعزم على الاجتهاد بغير إجهاد، سنة الاجتهاد. النبي كان أكثر الناس اجتهادا، صح ولا لأ؟ الصحابة اللي عاشوا مع النبي جيل إحنا لحد دلوقتي مش عارفين نحافظ على إيه، على اللي عملوه. ده اللي عملوه في 100 سنة الأمة مش عارفة تحافظ عليه باجتهادهم، لأن خدوا دفعة من النبي، دفعة كبيرة استمرت معاهم طول عمرهم حتى بعد ما النبي تركهم. لأن لما أقول لك إن الاجتهاد دي من خصائص الروحانية، وعشان كده كل واحد يحب النبي ويكسر من الصلاة على النبي يجيله إيه؟ همة، لأنه إيه بيورث من النبي همة. فتلاقي إيه واحد تلاقيه راجل ضعيف وبسيط كده على حاله، وتيجي تدور على في عبادته تلاقيه في عبادته جديد أوي، إزاي الراجل الضعيف ده اللي ظهره بيوجعه ومش عارف عامل إيه وعامل إيه وعامل إيه يجي يقف يصلي في مسجد الأشراف، إزاي ده بيقف ده؟ فهمت؟ أو في أي مسجد بيطوله شوية، لأنه بيعبد ربنا بروحه بالاجتهاد مش بجسده، لدرجة ان هو ينسى ألم جسده لما يخش في العبادة. وكان كتير من الصحابة كده. عروة بن الزبير لما جاله غرغرينة في رجله وقالوا له لازم نقطعها وما نقطعهاش إلا تاخد تشرب خمرة عشان تغيب عن الوعي وبعدين نقطعها، قال لهم أنا خمري ذكر الله، دعوني أصلي فإذا سجدت فعلوا ما شئتم. شفت بقى؟ يعني كان حضورهم في العبادة مع الله بينسيهم ألم البدن خالص، يبقى طاير مع الله كده. عشان كده إيه عايزين إحنا بقى إيه ربنا سبحانه وتعالى ببركة هذه الختمة يرزقنا الاجتهاد ونحيي دي السنة فينا وفي من حولنا من ولادنا وزوجتنا وجيراننا وأحبابنا. وبعدين لعلمك هتيجي تموت الاجتهاد بتاعك ده هيستمر في ذريتك وحواليك وكل اللي يقرأ سيرتك وكل اللي يروح يزورك في قبرك، هيفضل الاجتهاد ده مستمر. فهمت ازاي؟ والاراده دي مستمر،
وكلنا مجربينها، كلنا بنروح نزور سيدنا الحسين نشوف ايه بيجي لك، ايه مشاعر، ايه عايز تقرا قران وعايز تصلي وعايز تتوب وعايز تتصدق وتزهد في الدنيا وعايز تصالح اللي مخصمك، مش ده كل ده بيحصل لنا؟ يبقى دليل ان ايه، ان الحاله الروحانيه دي لا يطرا عليها موت. فانت حاول تطلع خصائص روحك، ما تكبتهاش بجسدك الكسول وجسدك الضعيف، فهمت؟ فلازم نجتهد كده ايه علشان ننجح. تنجح في اي حاجه، في دراستك اجتهد، في تجارتك اجتهد، في زراعتك اجتهد، في عبادتك اجتهد، مع زوجتك اجتهد، مع اولادك اجتهد، مع جيرانك، مع اصدقاء، خليك مجتهد كده زي النبي على طول، هتلاقيك ناجح في كل مجالات حياتك، وتموت وانت ما متش سايب اثر سنوات طويله، انت بس يا دوب جسدك بس اختفى كانك سافرت، لكن لسه اثرك موجود في المكان. فهمت بقى ازاي؟ فلو انت عايز تترك اثر خليك مجتهد في حال حياتك. نسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا ويوفقكم، ونسال الله سبحانه وتعالى ان يجعل هذه الختمه خير وبركه ونور ورحمه ونصره ومغفره لسائر المسلمين في كل مكان، ونهب ثوابها لامه النبي في كل مكان، على ان تكون سببا للنصره وللمغفره وللاجتهاد على سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم، وأن نتيقظ من غفلتنا، وأن نزكي أنفسنا، وأن نلقى الله سبحانه وتعالى وهو راضٍ عنا.